هكذا كانت تبدو نجمة في سماء ورزازات طائرة السولار امبولس مساء أمس لتنجح بذلك المغامرة الثانية من الرباط بوصول طائرة الطاقة الشمسية إلى أرضية مطار ورزازات بعد 20 ساعة من الطيران. إنه نوع من التحليق الذي تم في ظروف صعبة بتجاوز سلسلة جبال عالية ما شكل حواجز طبيعية كبيرة إضافة للرياح، رياح قاومتها طائرتنا الخفيفة بتحد كبير أيضا. طائرة السولار امبولس المصنوعة من ألياف الكربون تحمل 12,000 خلية للطاقة الشمسية التي تغذي 4 محركات. بحلولها في المغرب تكون قد نجحت في أول رحلة لها عبر القارات آتية من سويسرا. كنا نظن أوروبا هي الرائدة في مجال الطاقات، وها نحن نكتشف العكس. لقد غادرنا أوروبا بهذه الطائرة للوصول إلى المغرب، فهنا سيتم إنتاج الطاقة الشمسية في أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم. المغرب فعلا من البلدان السباقة والمبادرة باستراتيجيات فعلية في هذا الميدان، والآن ورزازات توجد في قلب هذه المبادرة، ومن هنا ستنطلق المشاريع المنجزة إن شاء الله. بنجاح اجتياز جبال الأطلس الكبير لم يجد الربانان أجمل من رقصة أحواش للتعبير عن فرحتهما التي شاركهما إياها جمهور كبير تتبع رحلة المعجزة العلمية سولار امبولس التي حلقت دون قطرة وقود. لحظة تاريخية تعيشها ورزازات بأن حطت على أرض مطارها طائرة سولار امبولس لتعلن بدأ إنجاز أكبر محطة للطاقة الشمسية ومن خلالها المغرب صديقا فاعلا في مجال البيئة. من مطار ورزازات المولود زين الدين وعبد اللطيف بن طالب للقناة 2.